مين اكتر حد بتحب تاخد نصيحته في الحاجات الشخصيه جدا، يعني بعيدا بقى عن الكوره، دايما بيبقى عندنا حاجات في حياتنا بنحب ناخد فيها راي ناس معينه حتى لو مش اهلنا؟ لا انا بيتهيألي اهلي، اهلي في كل حاجه، لان انا والدي ووالدتي واخواتي هم دايما اكتر ناس جنبي واكتر ناس انا متعلق بيهم، فهم اهلي اكتر ناس انا باخد منهم كل النصايح، وهم اكتر ناس قريبه مني وعارفين كل اسراري، فاكيد هم اكتر ناس بيقدروا يقفوا جنبي وبيقدروا ينصحوني، وبالذات يعني انا والدي حياته قريبه من حياتي بالظبط، اي حاجه بتحصل له وهو صغير كانت بتحصل لي، لان هو دايما بيحكي لي وهو صغير كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي، بالنسبة لكل حاجة، حياته، بيته، فلوسه، كل حاجة. كان دايما بيحكي لي كان مثلا مع جنيه كان نفسه يبقى معاه 10، دايما بيقول لي أول ما بوصل ل10 بجدد طموحي تاني، فأنا والدي دايما بيقف معايا بالذات في الحاجات دي لأن هو قريب مني جدا. يمكن انت واخد شخصيته شوية برضو يا كابتن كوكا، يعني كل الناس بتتكلم على ان انت يمكن كلامك وادائك عامة في الحياة وفي الكلام يمكن اكبر من سنك شوية، ممكن تكون متأثر بشخصية بالظبط بالظبط، والدك شوية. اللي حواليك اكيد بيبقى ليهم سبب كبير جدا من شخصيتك انت. اكيد انا الحمد لله ربنا كرمني واتولدت بين عيلة كويسة جدا قريبة من ربنا، أثروا عليا أكيد والدي والدتي في الحاجات دي، فأكيد أنا متأثر بالموضوع ده، فأنا فعلا بحمد ربنا يعني. طبعا انت عارف اي حد بيبقى اندر سبوت كده، لعيب كوره، فنان، بيبقى ليه معجبات، فعايزه اعرف ايه اغرب موقف قابلك خاصه بعد بقى يعني ما تصعدت الفريق الاول؟ انا مش عايز اتكلم صراحه في الحاجات دي، بس انا اكيد كل حد ليه كده، بس انا لسه بادئ يعني مش قوي، ما فيش الكلام ده حصل معايا قوي، لكن انا بصراحه بعيد عن الحاجات دي يعني، مش بركز معاها خالص يعني، حته البنات دي والكلام ده انا بصراحه مش بحب الحاجات دي، مش بحب الحاجات دي خالص يعني بصراحه.